نسكن في الرويسات بجنب المعمل اللي بعد عليه المعمل 250 متر. زيتوناتي ماتوا، قعد كان العسل وجه تطلع النبته تموت في كعبتها تموت هي والواحد من جراء الغبار نتاع التلوث نتاع المعمل. ريتها ميته. ها هي فرجت. هاي ميته كلهم ميت. فرج ها وحده تمرض تمرض تموت وحده. ها فرج كلها كيفاش تموت. ها وميت. ها كلهم من جراء الغبار. ها وميت. ريتو زيتوني ميت. ها ها واخضر طايح جديد. ها لا مزبور ولا حتى شيء. ها ها وريتو ميت. الكوك هذايا هو الفحم الحجر اللي خدموا به في المعمل، هو اللي دار الغبار في الليل وفي النهار، هو اللي هلك. لا لا نبت الحشيش نتاع المرعى والتو يبخر. ها هو يبخر علينا، ها هو يدخن علينا التو. ونسكن في ارضي من نهار عند عمري اليوم 60 سنه، انا خالق لهنا والده هنا وعايش لهنا. يشوفون حل اخوي، ما نمشيش منها، مشني ماشي، انا ما عنديش ارض اخرى وبلاد اخرى، هذه بلادي، انا خلقت هنا نموت هنا. ما ريتيش الريحه بتاع الصيف كانوا برا، ريتك الريحه خاصه كي تنحى الحس وما فماش حتى شيء تهبط علينا وتفك الريحه. قولي يا فما ماء تكحل تاع الكوكا الفنيه ديك اللي تعدوا منها تعدوا منها تعدوا منها ثلاثه الشر كل 100 اقسم بالله هكا برجليك لا تفحش هكا برجليك باش تنقصك الماء ذاك في الكوكا. في الليل نتنفس بالسيف، في النهار نتنفس بالسيف، فهمتني؟ هاو الدواء كل شيء كل هاو الدواء قسما بالله قسما بالله نستعمل في الفونتولين، فهمتني؟ من جراء المعمل، من جراء سوء الهواء متلوث. انا ري ما نبعدش برشا، انا حوالي 500 متر و 400 متر، فهمتني؟ ما نبعدش برشا على المعمل. بديت بالشوي بالشوي، بدا عندي ذيق النفس بالشوي 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 لين وليت نستعمل في هذه، وخايف بعد هذه شنو مش نستعمل اللي مش كي يبقى المعمل بنفس الموضوع. إذا مش يبقى المعمل بنفس الموضوع بعد هذه من تصور روحي مش نستعمل برشا دوية أخرى. إيجي شوف الدار، أتفضل شوف الشقوق وشوف الحالة من المينة. في النهار تتكلم بثلاثة مرات، الحديد باين مش تيح على راسي. أتفضل ادخل شوف. هاو سيدي شوف داري، شوف داري كيفاش نعيش من المينة. زلزال اصلا زلزال، القلص لين يتحرك. الدار الاخرى ترجقت، المينا ضربت والصبه ترجقت، ناس كل ما ضرها المعمل على جال الكاريير قريب لينا قريب هنا المينا، كي تضرب نحنا اقرب عباد الليل. عنده مواد سامة تأثر في النباتات في الحيوانات وفي الإنسان. وأقرب شاهد لينا حتى نشوفوا النباتات اللي موجودة لهنا في المنطقة، أقرب نبتة للمخزن هذية نشوفوا كيفاش النبتة هذية من جراء الفحم هذية. هي نبتة لونها أخضر منعنعة، خلقها ربي خضرة منعنعة. شوف أنت بعد ما مسها الفحم البترولي الورقة متاحها كيفاش ولاد. هذه نبتة أخزر سبعي كيفاش. ها أخزر سبعي كيفاش، هذه من نبتة. فما بالك أنت حيوان يرعى النبات هذايا. أول حاجة مش عاملة حماية، أخزر أنت عامله أم بلانير مسيب، لا مغطي لا محمي لا حد شيء. عندك طاقة بديلة تنجم تخدم بها، عندك الغاز الطبيعي، عندك الضوء، أنت هارب من التكلفة والباهظة متاع الطاقة متاع الغاز، ومش خايف على صحة المواطن. يودي راي صحة المواطن قبل كل شيء. نحب نعيش نحب نعيش والمعمل ما يمثلنيش، نحب نعيش نحب نعيش والمعمل ما يمثلنيش، نحب نعيش نحب نعيش والمعمل ما يمثلنيش. نحبوا على بيئة سليمة. خويا اخدم، ماناش باش نحبسوك على الخدمة، شو اخدم سولينار زاد عنده فهمتني الغبرة اللي خارجة منه، مام بالي فيلتر ما يبدلهمش. هذه العشية المنطقة بالحق عبارة على غيمة فوق منها، الماء حدث ولا حرج،
فهمتني؟ بخلاف المساكن اللي قريبة واللي حتى أبعد اللي تضرت من جراء المينا اللي يستعمل فيها باش يفجر الجبل، فهمتني؟ باش يستعمل لي ماتيير بريمير. إذا نقول له نحن أهالي الرسال كفانا حقرة، رانا بلغة أخرى نحب نعيش، ما نحبش الموت، أخدم أنت على روحك، لكن احترمني أنا. نحب نعيش والمعمل ما يمثلنيش. نحب نعيش والمعمل ما يمثلنيش. نحب نعيش والمعمل ما يمثلنيش.